هذا من أكبر الغش للمسلمين سكوت عن أهل البدع هذا من أكبر الغش للمسلمين سكوت عن أهل البدع وعدم بيان بدعهم هذا من الغش للمسلمين فإذا انضاف إلى هذا أنه يمدحهم ويثني عليهم فهذا أشد وأنكر والعياذ بالله فالمسألة خطيرة جدا وهذا فيه وجوب الرد على المخالف عكس ما يقوله أولئك يقولون اتركوا الردود خلوا الناس كل له رأيه واحترامه وحرية الرأي وحرية الكلمة بهذا تهلك الأمة بهذا تهلك الأمة السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء فالواجب على من عنده علم أن يبين البدع والمحدثات وأن ينهى عنها ويحذر منها ولا يسكت السكوت هذا من الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لا يجوز للمسلم الذي عنده علم أن يسكت على البدع والمخالفات ولا يبينها للناس لأنه إذا سكت احتج الناس به وقالوا لو كان هذا محرما أو ممنوعا ما سكت العالم الفلاني وهو يراه نعم.